احمر فاقع كمان. انا ورجيك يا جميل، انا ورجيك. صباح الخير. صباح النور. كيفك اليوم؟ مرتك جوا. شو مرتي جوا؟ معناتها صمام الامان انفجر. يا شو صمامه مو صمامك. ياها دد دد. هذا انت يي؟ شو عم تعملي هون؟ جاي اشرب فنجان القهوه مع زوجي. بس انا شربان قهوتي. وين؟ مو ضروري تعرفي. سر؟ لا مو سر، بس يعني ما بيكفي انه حضرتك امبارح سكرتي الباب بخلقتي ونيمتيني برات البيت. ليش ما قال لك ابوك انه مفتح الباب؟ قومي عن كرسيي. ليش بقى؟ خلص قومي. طيب قومي. بالزاوية لحدا يقعد عليه، قومي. إيه لا تتزاور، شرف اقعد. انا ما شفته لأبي. على كل انا جاي لعندك مشان اقول لك انه امبارح ظلمتك وجاي اتاكد. من شو بدك تاكدي؟ انت مو قلت لي انه رفيقك جاب لي هديه؟ بلا. شو هي؟ قنينة ريحة. وينها؟ تحت بالسيارة. ايه معناتها لازم تشكر لرفيقك، ما بيصير هيك، لازم تشكره. يعني لازم ومو لازم، لاني انا تشكرته عنك. حتى لو كان ما بيصير لازم انا اتشكره بنفسي، شو رقمه؟ 3 6 6 2 6 و6. كمان 3 6 و6 2 و6؟ لهون الستات لحقيني يعني؟ بايخة. خذ صبي عليه بعدين خليني احكي انا معه. بعدي هيك. الو. مرحبا بسمراء. يا لحتاوة بلهنيك. ايه خلص لا تنزعج مني، بعرف فياتك بكير. شو بس شو بدي ساوي اخ؟ لا والله بس في مرتي هنا بدها تتشكرك على الهدية. الو مرحبا استاذ سمير. انا حابة اتشكرك كتير على الهدية. حلوة بس ريحتها بتجنن. بس تعرف عدباني عليك لانك ما جيت شربت فنجان قهوة بعد ما خلصتوا عشاء. ليش لقيت ساعة ضليته؟ لأنه لما رجع جميل كنت نايمة ما شفته. 12 ونص؟ با رجعتوا على بكير. ايه معك حق، خيره بغيره. بكره بس يرجع جميل من حمص بطبخ لك كبة بلبنية اللي بتحبها. ايه تكرم عينك، لحظة شوي بدي احكي معك. ايه يا بسمراء. ايه ايه رايح على حمص. لا عندي مهمة. خلص بنسهر سوا بس ارجع ان شاء الله. الله يعطيك العافية. لا تواخذني فيأت. أخي تاوب لهنيك. إيه الله معك، مع السلامة. أنا آسفة. على شو؟ خلاص قلت لك آسفة. معقول لك إنه معقول تشكي فيه وإتغاري عليه لدرجة إنه سمير تساوي سهير؟ بعدين أنا وعدتك مبارح أرجع الساعة 10 على البيت. شو فيها زعتة؟ ليه عم تبوسي هيك؟ بتعرف أحكي؟ طيب شو فيها زعت مع رفقاتي وتأخرنا شوي؟ يعني بتقفلي الباب من جوا؟ بتنيميني برات البيت؟ خلص جميل شبك؟ قلت لك انا اسفه. بعدين انت متى ما كنت تقلي انه بدك يعني غار عليك واهتم فيك؟ هاي عم غار عليك وعم بهتم فيك. ليش زعلان؟ انبسط جميل شبك جميل. هو صحيح انا بنبسط لما بتساليني وين رحت وين اجيت ومع مين كنت قاعد، بس مو هيك يعني تنيميني برات البيت. خلص بقى فهمنا، قلي هلا لشوف وين نمت امبارح. بالاوتيل. مع مين؟ رجعنا. اي جميل، هو سؤال واحد. سهير كانت معك؟ لك مين هي سهير؟ اطمني، ما بعرف واحدة اسمها سهير. ارتحتي؟ ارتحت، معناتها انا اليوم عزمتك على الغداء. لك شبكي رح اقلب انا. ومن لك هالكرم الفجائي الذي هبط عليكي، طول عمرك كحتي وتقولي لي معاشي ما بيكفي. انا هيك بحكي. ايه افضل جمعية. يا حبيبي معناتها بكره بتصرفيهم وتجي بتقولي لي جميل ناولني لازم ادفع الجمعيه ديني. وين بدي سجل لك الدينار؟ على لوح البوظ. على لوح البوظ. سجل يا لوح البوظ اذا بقي فيك محل تسجل. يا هلا بتسمعك الفكرتيره. ما في حدا عم يرد يعني؟ ما في حدا بالبيت؟ لك وين راحت يا ترى؟ شو صار بينه وبين جوزها؟ وجوخه قولي لي شو صار معي. كله تمام. لقت عليك كثير، تلفنت لك 4 مرات على البيت ما لقيت حدا. يا ستي رحت لعند جميل وتاكدت انه امبارح كان سهران مع رفيقه سمير للساعه 12 ونص بالليل، ورحت صالحته وعزمته على الغدا. منيح اللي انتهت على خير. ثاني مره بس بدك تتصرفي اي تصرف تروي. ايه رح اتروى انا. لا تكلي هم، انا تصرفت. شو عملت استاذ؟ جبته لعندي فركت له اذنه وفهمته. شو قال لك؟ قال لي خلص ما عاد ازعل، شو ما بدها تسالني وامتى ما بدها تسالني. واقتنع، اقتنع انه الزوجه لازم تدير بالها على زوجها وتهتم فيه. انت متاكد من شو؟
انه اقتنع معك بهالحكي؟ ايه طبعا متأكد. لانه مبين انه ما اقتنع. امبارح عملت مثل ما قلت لي ومثل ما نصحتني وصرت هيك ضليت على حالي وصرت اساله واهتم فيه بزياده. قام زعل مني. اي لا لا انت بتفكرين زعاج، بس هو عمليا انبسط. شلون انبسط؟ عم اقول لك زعل مني وبرطم هيك قعد كل السهر وبطل يحاكيني. لك ما زعل، هو بجوز ظاهريا انت فكرتي زعل، بس جوانيا بيكون انبسط. حلوه جوانيا. يعني هلا شو ساوي؟ بشو؟ لك هلكتيني انت وجوزك، بشو؟ يعني اسنحه ولا ضل عم بهتم فيه؟ لك شو تسنحي؟ مجنونه انت؟ قال اسنحه وقال كل شغلنا بيروح على الفاضي بعدين، بالعكس اذا سنحتيه بيعود بحس انك ما بتحبيه. يعني هو قال لك انه مبسوط من جوا؟ من غير ما يقول لي، انا رجال بعرفه، نحن كلياتنا بننبسط لما نسواننا بتسالنا وين كنتوا؟ ليش تاخرتوا؟ ومع مين قعدتوا؟ وشو اكلتوا؟ بننبسط كثير، بس ما بنفرجيهم انه انبسطنا لحتى ما يشوفوا حالهم علينا، لذلك بنخلي بسطنا جواني، حلوه جواني. خلص طالما هيك اليوم اول ما بيوصل رح اتمشى من خوانيقه وانزل عليه بوادل من الاسئله، طالما بينبسط من جوا. هلا هذا اللي طلع معك، انا قلت لي خوانيقه وابل، انا شوي شوي عليه، لانه اذا عملتي هيك بينبسط كثير، وكتر البسط ما بيسوى للرجال. بعدين بينفجر، فهمتي علي؟ يلا اضوي اوان خوانيقه. هاي هاي، اهلا بالفنانه النجمه. شو اخبارك؟ عايشه. ما عرفتيني؟ moi درويش كومون سافا؟ سافا بيان ميرسي. vous parlez français؟ تفضلي. تكوان. شكرا. مبروك، بس على شو؟ وقعت عقد تمثيل جديد مع شركه خاصه ودوليه، وانا الامبرزاريوم تبعها. والله انت بتستاهلي كل خير، ان شاء الله الف مبروك. ميرسي. جميل موجود؟ موجود، تفضلوا. ميرسي. كولونيا. اهلا وسهلا. اهلين انسي امل، طمنيني ان شاء الله قابلتي ابو رشا. مين ابو رشا؟ المخرج. قابلته وعملت تيست ونجحت ووقعت عقد كمان. الف مبروك ان شاء الله. الله يبارك فيك. تفضل الحلوان استاذ. لا الحلوان علي. تكوان. تكوان؟ يس. شو ركبتهم معك شاي؟ نو نو، ام درويش من جاي. يس. تفضل استاذ. يسلموا. شو عم اشتغل هلا يا درويش؟ انا هلا الامبرزاريوم تبعها. You speak English؟ I speak English very well. If you don't believe me, you can ask me anything. شو موقع عقد في القناة الثانية انت؟ ماشي، شلون رح توفي بين التمثيل والوظيفة؟ ولا يهمك استاذ، انا اتفقت مع المخرج يعمل لي تصويري كله بعد الظهر. افطر نون يعني؟ ياش. افطر فيك قبل ما اتغدى فيه. لطيفة الام محمود يا جميل، معقولة ما بدي انا نمشي لحتى تعرف وين رايحين؟ منيح اللي طلعتي لها بالكذبة هي تبع رفيقتك بدنا نشق عليها، كان دبقتنا دبق. وليش ما جبتوها معنا؟ مين هلا بده ياخذ صحن الفريكة اللي رح يضل على البيت؟ طمان، ما رح نطلب الفريكة. بيت شي غير استاذ؟ يسلموا الدياز. يلا بابا تفضلوا. يلا ماما. كريتو الف صحة. اهلين اهلين ابو سمرة، اهلين. اهلين. شو؟ شايفك هون على اساس بدك تسافر على حمص؟ هذا يا سيدي بعد ما سكرت السماعة اجاني تليفون وله السفرة. ها. اهلا وسهلا فيك، تفضل اقعد معنا. لا معلش انا عايز انجمع. لا اخي تعال اقعد لبين ما يجوا. زحلوا بابا، بعد له لعمو سمين. تفضل. كيفك مدام هنا؟ الحمد لله تمام، انت شلونك؟ والله الحمد لله. لك صعيب بدي اسالك. ايه. انت امبارح نمت بالبيت. شو السؤال البايخ يعني، وين نام لكان؟ لا لانه في جماعه قالوا لي انهم شافوك بالاوتيل امبارح. لك صحيح الحكي؟ ايه مزبوط، لانه جميل بعد ما اجى من السهره تبعكم اجا تليفون كتير ضروري، قالوا له انه رئيس الوفد اللي جاي يزور المديريه تبع جميل مرض وطلبوا له الدكتور وجميل رح يستفقده. ايه مزبوط، الخطي المسكين رئيس الوفد مدري شبه لوزاته وامعائه ملتهبين والزايده الدوديه مضروبه والبنكرياس موجوع. هالشغله عم اقول لك شلون نفد ما بعرف. اخ لو هالفصل صاير مع صاحبنا الكاتب وسيم
كانت مرته ما طالعته من البيت لو الزايدة انفجرت. هديك عقلة قليل بتغار على جوزها. ايه عن اذنكم لا تنسى موعدنا اليوم على العشاء. ماشي. لا جميل اليوم ما بتقدر، انت نسيان انه اليوم معزومين على عيد ميلاد رفيقتي. منيح اللي ذكرتيني، شلون راحت عن بالي هي. ماشي منتحاكى، عن اذنكم لا استنى جماعتي. الله معك، مع السلامه يا ابو سمراء. الله معك. مع السلامه. بابا هلا انت امبارح وين كنت نايم، بالاوتيل ولا عم بيت جدو؟ الماما شو سمعت عم تقول؟ عم بيت جدو. خلاص معناتها كنت نايم بالاوتيل، عم بيت جدو. اكول انت هلا بلا العيد، هلا بتبرد اللحمه. اهلا بالشباب، يا هلا بالشباب، يا هلا يا هلا. اهلين ام محمود. كيفك سليم؟ منيح. طمنوني شلونها؟ منو هي؟ اللي رحتوا تشقوا عليها. منيحه الحمد لله، منيحه. كانوا بدهم يعملوا لها عمليه، قامت طابت على الدواء. سليم شلون لقيتها؟ ان شاء الله طيبه. طيبة كتير، قد ما أقول لك قولي أكتر، يا ريتك كنتي معنا ودقتيها. شو هي؟ البونبونة. أني بونبونة؟ يلي ضيفونا ياها وقت اللي كنا عم نشق على رفيقتها للماما بالمستشفى. أيوة، صحتين وهنا سليم، أنت مو أكلت بونبونة كأني أنا أكلتها. على فكرة أبو طارق، أنا قررت أعملها للعملية، شو قلت لحالي؟ المصاري وسخ الدنيا، بنت الصحة أهم بكتير. منين دبرتي مصاري؟ اتصلتي بابنك وبخور فكان هي مدري شو يبعث لي. ايه منيح ذكرتني، هلا انا بحكي معه بيبعث لي مرضي ابني يقبرني، بس انت اخذ لي موعد من المستشفى. الله يرضى عليك ابو طارق. ايه على عيني. ايه خلصنا جميلنا نفوت نفتح حي اولاد. يا ريتني رحت معهم، كنت اكلت بونبوني. بونبوني مامبو سوداني. مامبو سوداني مامبو.